في قديم الزمان، في كوخ صغير في الغابة، كانت تعيش المعزة الأم حياة سعيدة مع صغيراتها من الماعز. كانت المعزة الصغيرة رقيقة للغاية، كانت أشبه بلعب الأطفال. وكانت المعزة الأم ككل الأمهات، تحب صغيراتها حبا شديدا، وكانت تحميهن من كل الحيوانات المفترسة في الغابة. وفي أحد الأيام، وقبل أن تترك المنزل لتبحث عن الطعام بالغابة، نادت على صغيراتها ليأتين بجانبها وقالت: صغيراتي العزيزات، أنا ذاهبة إلى الغابة، لا تفتحن الباب لأي أحد، فلو دخل الذئب إلى المنزل سيأكلنا جميعا أحياء، إنه ماكر للغاية ولسوف يتنكر في أشكال مختلفة ليحاول خداعكن. كيف سيمكننا التعرف عليه؟ إن الذئب صوته خشن وأنا صوتي ناعم ورفيع، لذا يمكنكن التعرف عليه من خلال صوته المنخفض الخشن فورا. ما إن أوشكت على الرحيل حتى تذكرت المعزة الأم شيئا آخر، فالتفتت إلى صغيراتها قائلة: هناك أمر آخر، إن أقدام الذئب سوداء وأقداني أنا بيضاء، يمكنكن أيضا التعرف عليه من خلال أقدامه. لا تقلقي يا أما، سوف نحمي أنفسنا، يمكنك الاعتماد علينا. قامت المعزة الأم بتقبيل صغيراتها واحدة تلو الأخرى، ثم توجهت إلى الغابة. كان الذئب يشاهدهن من بعيد، وعندما رأى المعزة الأم وهي راحلة انتظر لوهلة، ثم أتى أمام الكوخ وطرق الباب. صغيراتي افتحن الباب، أنا أمكن، لقد أحضرت طعاما لذيذا للجميع. ولكن المعزة الصغيرات تعرفن على صوت الذئب الخشن على الفور، وبدون أن يفتحن الباب بدأنا بالصياح: أنت لست أمنا، إن صوتها رقيق وأكثر جمالا. أنت الذئب ولا يمكنك خداعنا. شعر الذئب بالغضب الشديد لأنه لم يستطع خداع المعزة الصغيرات، لذا فقد ذهب إلى البقال واشترى قطعة كبيرة من الطبشور وأكلها. الآن أصبح صوته أنعم بكثير، لذا عاد إلى الكوخ وطرق على الباب مرة أخرى. هذه المرة بدأ يتكلم الذئب بصوته الناعم: صغيراتي المعزات افتحن الباب، أنا أمكن، لقد أحضرت طعاما من الغابة للجميع. عندما سمعت المعزات الصغيرات صوت الذئب الناعم، اعتقدنا أنها الأم حقا هذه المرة، وما إن كدنا أن يفتحن الباب حتى صرخت إحداهن: انتظرن انتظرن، لننظر إلى الأقدام من أسفل الباب. بالطبع عندما نظرنا المعزات من أسفل الباب، رأينا أقدام الذئب السوداء، لذا قمنا بالصياح مجددا بدون أن يفتحن الباب: لن نفتح لك الباب، إن أقدام أمنا ليست سوداء، إن أقدامها بيضاء، أنت الذئب. بكل ما فيه من غضب رحل الذئب، وفي هذه المرة ذهب إلى الخباز. وعندما رأى الخباز الذئب أمامه كان يشعر بالمفاجأة: لقد أصبحت نباتيا، ومن الآن فصاعدا سأتناول المعجنات فقط، هل يمكنك إعطائي بعض الدقيق؟ خرج الذئب من عند الخباز بكيس صغير من الدقيق، وعندما أصبح قريبا من الكهف فتح الكيس وقام بصب كل الدقيق على أقدامه. الآن أصبحت أقدامه بيضاء بالكامل. قام الذئب المتنكر بالطرق على الباب للمرة الثالثة: صغيراتي المعزات افتحن الباب، أنا أمكن، لقد أحضرت طعاما من الغابة للجميع. أرينا أقدامك أولا حتى نتأكد أنك أمنا. كشف الذئب عن أقدامه الملطخة بالدقيق، وما إن رأت المعزات الأقدام البيضاء حتى صدقنا أن تلك أمهن، فقمنا بفتح الباب. وماذا رأين؟ كان الذئب يقف هناك أمامهن، ولم تدري المعزات ما يجب فعله، فبدأنا بالجري في الأنحاء والصياح: النجدة النجدة. لا تضيعن أوقاتكن، فسوف أمسك بكن جميعا. ذهبت واحدة من المعزات تحت المنضدة، وقفزت الثانية في الفراش، وصعدت الثالثة إلى المدخنة، واختبأت الرابعة في المطبخ، والخامسة في خزانة الملابس، وتوارت السادسة خلف الستارة، أما السابعة فقد اختبأت بداخل الساعة العملاقة المعلقة على الحائط. ولكن الذئب الماكر كان سريعا، وبالتالي قام بإمساكهن جميعا من أماكن اختبائهن. ارقد، تعالوا ولا ترقد، سوف أمسك بكن جميعا، لقد قلت توقفن.
كانت المعزة الوحيدة الذي لم يستطع إيجادها تلك التي اختبأت بداخل الساعة، وكان بالفعل قد شعر بالشبع، لذا فقد توقف عن البحث عنها ورحل. وكانت هناك حظيرة لا تبعد كثيراً عن الكوخ، فاستلقى الذئب تحت شجرة بتلك الحظيرة وبدأ يغط في النوم. بعد وهلة قصيرة عادت الأم للمنزل، وعندما رأت الباب مفتوحاً علمت أن شيئاً ما سيئاً قد حدث وبدأت تصرخ. آه، معزاتي الصغيرات! عندما دخلت إلى المنزل كانت مصدومة، كانت المناضد والكراسي كلها مقلوبة رأساً على عقب، وكانت الستائر ممزقة، وكانت الأسرة كلها مبعثرة، كانت الوسائد وأغطية الفراش كلها على الأرض. بحثت المعزة الأم عن صغيراتها ولكنها لم تجدهن في أي مكان. بدأت تصرخ منادية عليهن بالاسم واحدة تلو الأخرى، ولكن لم تجد أي إجابة. أخيراً كان الدور على آخر اسم منهن. عندها فقط استطاعت أن تسمع ذلك الصوت الرفيع الحاد. أنا بداخل ساعة جدي يا أمي! ركضت المعزة الأم نحو ساعة الجد وأخرجت صغيرتها من هناك، ثم قامت باحتضانها. ثم بدأت المعزة الصغيرة تروي القصة وهي تبكي. لقد أتى الذئب متنكرا، وقد تصورنا أنه أنت ففتحنا الباب. لقد أكل الذئب كل إخوتي. آه، معزاتي الصغيرات! كانت المعزة الأم غاضبة للغاية، وكانت تبكي من أجل صغيراتها. بصحبة صغيرتها الوحيدة المتبقية كانت تمشي وتتجه ناحية الحظيرة. بعد وهلة استطعنا رؤية الذئب نائما تحت شجرة، كان يغط بشدة حتى أن أغصان الشجرة كانت تهتز. أخذت المعزة الأم تراقب الذئب لفترة ولاحظت بداخل بطنه أشياء تتحرك. يا إلهي، هل من الممكن أن تكون صغيراتي أحياء بداخل بطنه إلى الآن؟ كانت لديها خطة، التفتت إلى صغيرتها وقالت: اذهبي إلى المنزل وأحضري إلي إبرة وخيط بالإضافة إلى المقص. بينما كانت الصغيرة تركض نحو المنزل، قامت المعزة الأم بجمع 6 أحجار كبيرة من على الأرض. بعد وهلة عادت المعزة الصغيرة ومعها الإبرة والخيط والمقص الكبير، فقامت المعزة الأم بشق بطن الذئب بالمقص، فرأت إحدى صغيراتها على الفور، ثم بدأت الباقيات تظهر واحدة تلو الأخرى، وكانت جميعهن بصحة جيدة. لم تستطع المعزة الأم السيطرة على نفسها من السعادة، وقامت الصغيرات باحتضان الأم بسعادة. أمنا، أمنا، نحن نحبك! أمنا، أمنا، نحن نحبك! أمنا، أمنا، نحن نحبك! كان جميعهن يشعرن بالسعادة. آه يا صغيراتي، أنتن بأمان! وضعت الأم الأحجار التي جمعتها بحرص بداخل الذئب، ثم قامت بخياطة بطنه بالإبرة والخيط. كان الذئب نائما بعمق حتى أنه لم يشعر بشيء ولم يتحرك. ثم هربت المعزة الأم مع صغيراتها، وعندما استيقظ الذئب ووقف كانت بطنه تؤلمه بشدة، وكان يفكر لنفسه أن السبب ربما هو أنه أكل كثيرا من الماعز، وبسبب أن بطنه كانت مليئة بالحجارة كان يشعر بالعطش الشديد، فذهب إلى البحيرة ليشرب بعض الماء، ولكنه عندما كان يسير كانت الحجارة تصطدم ببعضها البعض. أنا أشعر بمعدتي ثقيلة للغاية وممتلئة، وكأن كل الماعز التي أكلتها قد تحولت إلى حجارة. كان يريد الانحناء كي يشرب بعض الماء، وبسبب ثقل الأحجار اختل توازنه وسقط في الماء. النجدة، النجدة، أنا أغرق! النجدة! النجدة، النجدة، أنا أغرق! ثم يصيح طالبا النجدة، لكنه لم يأتي أحدا لمساعدته. النجدة. ثم لم يعد يتحمل وزن الأحجار وغطس في المياه العميقة. فركضت المعزة الأم ومعها صغيراتها نحو النهر بمجرد أن رأينا ما حدث. يدا بيد بدأ الجميع في الرقص والقفز في الأنحاء،
ومنذ ذلك اليوم عاشت المعزة الأم مع صغيراتها حياة مسالمة وسعيدة في الكوخ الخاص بهم داخل الغابة. في قديم الزمان وفي أراض بعيدة بعيدة كان هناك طحان يسكن تلك الأراضي بصحبة أبنائه الثلاثة. عندما توفي الطحان كان قد ترك الطاحونة لولديه الأكبر سنا وترك لأصغرهم القط الخاص به. شعر الابن الأصغر بالضيق، فبخلاف أخويه فقد بدأ أنه من المستحيل بالنسبة له جني فائدة مما بين يديه. نظر الابن الأصغر إلى القط وحدث نفسه قائلا: ماذا يمكنك أن تفعل بقط؟ إنك حتى لا تستطيع التهامه. ولكن فجأة حدث شيئا لم يكن في الحسبان، لقد قام القط بالرد عليه. إن فكرتك عني خاطئة تماما يا سيدي، إنني أستطيع أن أكون مفيدا جدا لك أكثر مما تظن. كان الشاب الصغير مذهولا من رؤية قط يتكلم، وقد تساءل وهو يتلعثم: أنت كيف يمكن أن يحدث هذا؟ لو أحضرت لي جرابا فارغا، قبعة، وزوجا من الأحذية فسوف أريك كيف. مع تراجع دهشته فكر الشاب الصغير لنفسه قائلا: لو كان هذا القط يستطيع التحدث فمن المؤكد أنه يعرف شيئا. حسنا، دعنا نرى ما يمكنك فعله. أحضر الشاب الصغير كل ما طلبه القط. وضع القط القبعة على رأسه ولبس الحذاء، ذهب ناحية المرآة ونظر إلى نفسه متخذا وضعية أثناء وقوفه، ثم قام بوضع حزمة من الخصط بجانب ثمرة من الجزر داخل كيس ثم انصرف. وعند وصوله إلى الغابة فتح الكيس ووضعه على الأرض. ولم يكد يمر وقت طويل وبعد ملاحظة رائحة الخضروات الطازجة ظهر الأرنب باني، ولكي يستطيع أكل الخس والجزر دخل الأرنب باني داخل الكيس. فركض القط بسرعة ناحية الكيس وأغلقه جيدا وحبس الأرنب بداخله، وبدلا من الذهاب بالأرنب إلى صاحبه أخذه إلى القلعة وأخبر الحراس أنه يريد مقابلة الملك. وما أن رأوا الحراس القط يتحدث إليهم ويرتدي قبعة وحذاء حتى أخذوه على الفور إلى الملك. أيها الملك العظيم، أقدم لك هدية من أمير كارباس. سيدي، لقد اصطاد أمير كارباس حالا هذا الأرنب خصيصا لك. كان الملك منبهرا للغاية بالهدية، ولوقت طويل جدا استمر القط ذو الحذاء في إحضار الحيوانات التي يصطادها للملك. وبعد فترة قصيرة أخذ جميع من في المملكة بالتحدث عن ثروة الأمير وكرمه. مع مرور كل يوم كان فضول الملك يزداد، وفي يوم ما قام بسؤال القط ذو الحذاء: هل هذا الأمير شاب؟ إنه فعلا شاب ووسيم للغاية. هل هو ثري؟ إنه ثري للغاية جلالتك، وسيزيده شرفا أن يستقبلك في قلعته. في النهاية كان الملك والملكة سعيدين للغاية أنهما سوف يقابلان ذلك الأمير الوسيم. إذا كان ما يقوله القط صحيح فأنا أعتقد أننا قد وجدنا الزوج المثالي لابنتنا والأمير المناسب لمملكتنا، قالت الملكة. بعد أيام قليلة علم القط ذو الحذاء أن الملك والملكة كانا خارج المدينة بصحبة ابنتهما. هذا هو اليوم الذي كنت أنتظره. ركض القط مباشرة إلى صاحبه. سيدي، يجب علينا التوجه إلى ضفة النهر حالا، اتبعني بسرعة. لم يفهم الشاب الصغير ما يحدث، ولكنه فعل ما طلب منه. ولكن لماذا أتينا إلى هنا؟ للسباحة يا سيدي. السباحة؟ لكني لا أجيد السباحة. من الأفضل أنك لا تفعل، اخلع ملابسك فورا وانزل إلى النهر، فلتثق بي يا سيدي، لن تندم على ذلك. فعل الشاب الصغير كما طلب منه ونزل إلى النهر، وقام القط ذو الحذاء بإخفاء ملابس صاحبه خلف الشجيرات. عندما عبر موكب الملك بجانب النهر ركض إليهم القط ذو الحذاء مستنجدا: النجدة،
النجدة، سيدي أمير كاراباس يغرق. على الفور أرسل الملك رجاله إلى النهر. بينما كان الرجال يقومون بإنقاذ الشاب الصغير، قام القط ذو الحذاء بإخبار الملك كيف أن اللصوص قاموا بسرقة ملابس الأمير. أمر الملك الرجال من حوله: فلتقوموا بإحضار بعضا من أفضل الملابس لدينا للأمير. بواسطة ملابسه الجديدة كان الشاب الصغير يبدو كأميرا حقيقيا. وبينما كان يمشي باتجاه موكب الملك، كانت الأميرة وكذلك الملكة يقمن بمشاهدته. جاء الشاب الصغير إلى الملك وقام بالانحناء أمامه. ليتني أستطيع أن أشكرك بما يكفي. سيدي أمير كاراباس سوف يتشرف باستقبال جلالتك في قلعته يا سيدي الملك، سوف أذهب الآن للتحضير. ركض القط ذو الحذاء سريعا. لم يستطع الشاب الصغير حقا فهم سبب تسميته بأمير كاراباس، ولكنه معتقد مرة أخرى أن القط ذو الحذاء لديه خطة ما، وظل صامتا. وقعت الأميرة فورا في حب الأمير الوسيم. بينما كان يركض بسرعة نحو قلعة تنتمي لأحد العمالقة، كان القط يصرخ مناديا على الفلاحين العاملين طوال الطريق: إن الملك يقترب، إذا سألكم فسوف تقولون أن هذه الأرض تنتمي لأمير كاراباس، وإلا فسوف يعاقبكم. كان القط ذو الحذاء يركض، وفي نفس الوقت كان يكرر نفس الكلام لكل من يقابله في طريقه. وبينما كان موكب الملك يمر في الطريق، كان الجميع يكرر نفس الكلام من خوفهم. كان الملك مندهشا من امتلاك الأمير لتلك المساحة الشاسعة من الأراضي، ولكنه كان سعيدا برغم ذلك. في ذات الوقت وصل القط ذو الحذاء إلى قلعة العملاق وطرق على الباب. انفتح الباب مصحوبا بإزعاج شديد. بمجرد رؤيته للقط يلبس حذاء وقبعة، شعر العملاق بدهشة بالغة. وما إن بدأ القط ذو الحذاء بالكلام حتى شعر العملاق بدهشة أكبر. صباح الخير يا سيدي. من أنت وماذا تفعل في قلعتي؟ بدأ القط ذو الحذاء في تنفيذ خطته. حسناً، دعني أشرح لك الموضوع كما يلي يا سيدي. أنا خادم الملك الأمين، وقد أخبرني الملك الكثير عن قدراتك المدهشة في السحر. نعم، هذا صحيح. على سبيل المثال، هل يمكنك تحويل نفسك إلى أسد ضخم؟ بالطبع أستطيع، هذا سهل جداً بالنسبة لي. باستخدام سحره المدهش قام العملاق بتحويل نفسه إلى أسد عملاق، وبالطبع شعر القط ذو الحذاء بالخوف الشديد وقفز في الهواء لأعلى ما يمكن. حسنا هذا يكفي. عاد العملاق لهيئته الطبيعية مجددا. كان هذا مدهشا، بالرغم من هذا أنا أراهن أنه من المستحيل عليك التحول لحيوان صغير، أشك في هذا، ما رأيك؟ مستحيل، أنا بإمكاني التحول لأي حيوان أريده. دعني أرى، هل يمكنك التحول لفأر صغير؟ كان العملاق يضحك بصوت مرتفع للغاية، حتى أن القط كان يواجه مشكلة في الوقوف مكانه. وكذلك استخدم العملاق قوته السحرية وتحول إلى فأر. وما إن كان القط يشاهد العملاق وهو يتحول إلى فأر، حتى قفز عليه بسرعة بقدمة واحدة وتخلص من العملاق. في ذات الوقت اقترب موكب الملك من قلعة العملاق، وجرى القط بسرعة نحو الملك. مولاي، إن قلعة سيدي أمير كاراباس في خدمتك، رجاء تفضل. كان الملك، الملكة، الأميرة، وبالطبع الشاب الصغير يحدقون نحو القلعة بإعجاب. بينما كانوا يمشون نحو القلعة، قامت الملكة بسؤال الشاب الصغير: عزيزي الأمير، هل أنت متزوج؟ لا يا مولاتي، وإذا سمحت لي بالزواج من ابنتك الجميلة فأنا أعدك أنني سأسعدها بشدة.
تم تحضير مأدبة ضخمة في قلعة العملاق، وتمت خطبة الأمير والأميرة، وبعد فترة قليلة تم الزواج. هل ترى يا سيدي؟ لقد أخبرتك كم سأكون ذو قيمة بالنسبة لك. منذ ذلك اليوم استمر القط للحذاء كخادم أمين للأمير، وعاش معا حياة ثرية وسعيدة.